لو هتشتري موبايل جديد في ظل الاصدارات اللي بتنزل كل شويه من الشركات وخصوصا شركه شاومي اللي محدش عارف بتفكر ازاي في موبايلك القديم قبل ما تبيعه، لازم تاخد بالك من شويه حاجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأخبار عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وتمام. كل شوية ينزل موبايل جديد بمميزات أجدد، وحاليا ما بقاش صعب انك تشتري موبايل بإمكانيات حلوة وبسعر مناسب، خصوصا بقى موبايلات شاومي والريدمي نوت 10 مثلا اللي مش هتكلم عنه علشان طلع على المسرح مع مراجعين كتير. المهم بقى لما تيجي تشتري الموبايل الجديد، الموبايل القديم هيكون مصيره ايه؟ يعني اما هتديه لحد من اللي في البيت او انك هتبيعه، واقعي او انا عارف. بس لو هتبيع الموبايل او هو موبايل حد من اللي في البيت في الاساس وخلاص هتبيعه، لازم تاخد بالك من كام حاجه قبلها. قبل ما نوضح محتاجين نوضح كميه التوضيح دي. القصد يعني ان مفيش حاجه ثابته ومفيش حاجه نهائيه في عالم التقنيه، بس اللي احنا بنتكلم فيه ده بيظبط الموضوع قدر الامكان. شوف يا سيدي، بعد ما تنقل بياناتك الشخصيه من على الموبايل وخلاص جاهز انك تسلمه، بتعمل ضبط مصنع. شفت الموضوع سهل ازاي؟ لما بتيجي تعمل ضبط مصنع بيخيرك بين ثلاث حاجات، اما انك تعمل اعاده ضبط لاعدادات الشبكه، او انك تعمل اعاده ضبط للتفضيلات، او انك تعمل اعاده ضبط للهاتف بالكامل او مسح كل البيانات او فاكتوري ريسيت او ضبط المصنع. يعني بيختلف مسمياتها بس بيشرح لك برضو ان ده هيمسح كل حاجه. بيكون في رساله تاكيديه كده شكليات مش اكتر، وبيطلب منك لو في باسورد انك بتدخله وانت بتدوس عليه على طول. ما اكيد يعني انت لو داخل على حاجه زي كده هتكون قاصده، يعني مش هتخش عليها بشكل عشوائي. فبعدها بيعمل هو ضبط مصنع وبيمسح كل حاجه. بالمناسبه يعني بالنسبه للاختيارين التانيين، انت لو عندك مشكله في اتصال الانترنت من خلال الواي فاي او من خلال الباقه مثلا او حاجه زي كده، فمن بين الخطوات اللي ممكن تجربها انك تعمل اعاده ضبط لاعدادات الشبكه، وده بيرجع كل الاعدادات للوضع الافتراضي بحيث المشكله ان شاء الله بتتحل معاك. وبالنسبه للاختيار الثاني، فده لو في حاله مثلا انك اخترت تطبيق معين يكون افتراضي في حاجه معينه زي الترو كولر مثلا، اخترت التطبيق الافتراضي للاتصال وعايز تغيره، بتعمل اعاده ضبط تفضيلات التطبيقات. فلما تيجي تدخل مثلا على انك تتصل بحد، بيقول لك كل التطبيقات اللي ظاهره قدامك فتختار اي تطبيق تاني انت عاوزه. المهم انت لما بتعمل ضبط مصنع بيمسح كل البيانات اللي موجوده على الموبايل، وده تبقى لمواقع التقنيه. في بقى خطوه جدعانه مني زياده كده، وهنقول بعدها خطوه تانيه من مواقع التقنيه، وهي انك بتفتح الموبايل وبتشغله عادي وبتستخدمه كانك اللي هتبيعه ولا هتسلمه ولا هيفرق جيبك، وبعدين بتصور كام صوره، تحمل كام اغنيه بالبلدي كده، تحط عليه بيانات تافهه، وبعدين تعمل ضبط مصنع تاني مره واتنين انت وصبرك. ودي خطوه بتراكم سجلات المحذوفات بحيث لو انت سلمت الموبايل لحد وحب يعمل فيها عبقرين مثلا ويرجع البيانات اللي كانت موجوده على الموبايل، فسجلات المحذوفات هيكون فيها اخر حاجه كانت موجوده عليها اللي هي ايه؟ الملفات التافهه اللي احنا لسه قايلين عليها، فبالتالي لا هيرجع حاجه ولا يعرف يعمل اي حاجه خالص. وفي خطوه كمان مواقع التقنيه قالت عليها، ودي ما بتكونش موجوده في كل الموبايلات، وعلشان كده انا قلت الخطوه اللي قبلها اللي هي الجدعانه مني يعني، ودي علشان تتاكد بس ان الموبايل متشفر، بما يعني ان سجلات المحذوفات دي ما تجيبش اي حاجه خالص. وهو زيادة الخير خيرين يعني، وهي انك بتدخل على الاعدادات وبعدين تعمل بحث عن تشفير الهاتف او انكريبشن، او لو عايز تمشيها بالخطوات بتكون مثلا في الحمايه وبعدين الاعدادات المتقدمه او خيارات متقدمه وبعدين تشفير الهاتف، او تعمل بحث وتريح نفسك من الفرهده دي كلها. لما هتدخل عليها هتلاقي في اختيار واضح وصريح بيقول لك انكريبت فون او تشفير الهاتف، وهتلاقي في تحتها مشفر او غير مشفر او نعم او لا. بتدوس عليها وبتمشي الخطوات اللي بتختلف بالمناسبه مش من شركه للتانيه ولكن من موبايل للتاني كمان، فبالتالي انت بس بتمشي على الخطوات دي علشان تتاكد ان الموبايل بتاعك متشفر، ودي لو مش موجوده يعني مش هتضر، هي بس خطوه زياده مش اكتر. ودي خطوه مواقع التقنيه ما وضحتش هدفها قوي يعني بالتفصيل، لكن تقريبا هي بتعمل تشفير فعلا لسجلات المحذوفات بحيث ان الموبايل لما يكون مع مستخدم ما يقدرش يعمل استرجاع لاي بيانات شخصيه من المستخدم اللي قبله. وبعد ما تخلص بقى كل الخطوات اللي فاتت دي، بتعمل مسح او حذف لحساب جوجل الخاص بيك، وده بالتبعيه بيمسح اي حاجه متعلقه بيه زي جهات الاتصال مثلا لو انت مخزن الاسماء عندك او جهات الاتصال على حساب جوجل. وبعد كده انت جاهز تسلم الموبايل، ما بقاش عليه اي حاجه خاصه بيك، موبايلك ما بقاش موبايلك، وجاهز انك تسلمه لاي حد، وان شاء الله مش هيقدر يعمل استرجاع لاي ملفات من اللي موجوده عليه. وفي خطوه بقى شبح قوي، ودي لو الموبايل شخصي زياده عن اللزوم وبتعملها في اضيق الظروف، مش محتاجين نوضح اكتر من كده، علشان تقفل كل الطرق وكل السبل خالص، ودي خطوه ممكن تكلف مبلغ يعني، لكن زي ما قلنا بتتعمل في اضيق الظروف، وهي انك بتروح لاي محل، ويفضل لو هتروح للصيانه بتاعه الشركه نفسها، وتقول انك عايز تعمل سوفت وير للموبايل. سوفت وير ده اللي هو بيعمل روم للموبايل، حاجه كده شبه الويندوز للكمبيوتر مثلا. في شركات ما بتحاسبش عليها حتى لو الموبايل بره الضمان، وفي شركات تانية بتحاسب عليها حتى لو الموبايل جوه الضمان،
ولكن بتكون بمبلغ رمزي يعني مش حاجة كبيرة، ودي خطوة بيكون بعدها شبه مستحيل ان لم يكن مستحيل فعليا ان اي حد يرجع اي بيانات من على الموبايل خالص، بحيث انك تقدر تبيع الموبايل وتحط في بطنك مطيفة صيفي ان مفيش اي بيانات هترجع مهما عمل. وبس كده، دي كانت نهاية الحلقة. ما تنساش تدوس على زرار الاشتراك اللي عندك تحت هنا، وهتلاقي في جنبه جرس كده ممكن تفعله علشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة اول باول. ولو عندك اي فكرة او اي موضوع عايز تعرف اتعامل عنهم، اي تطبيق او اي موقع او اي حد جاب سيرتهم على الانترنت ولا لا، تقدر تسيبهم في تعليقات ومش تأخر عليك. نلقاكم على خير.